ديزاني وديزاني كي ما عرفتك راني من بدنش العقلية واسم غرامك ويني ما عرفت وين الداني. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. أنا في الحومة وكعبلة حومة ولد يحفظ على دعمك بيئة السلام نحق لدوك المئة وعية لازم نهيت في اليد بركة ودولو مشتير في اليد في اليد حتى قال حبوه بيا ولازم ناكي مش نحبوها زعما من بعيد وقطي راسي وقطي راسي نقول قال وقطي يد في اليد وش راح نقول الميساج السنة ترك معك انت ما شفنا والو ما شفنا لا ربح ما شفنا والو ما شفنا حتى عفسه معك حاجه تفرحنا زعما فرحنا معك انت الوقت باش تجبدي روحك باش تقعدي عزيزه عندنا تجبدي روحك حتى ما شفنا والو ما درت لنا فورماسيون الدراري ما جبتني على شوبيو ما جابونا والو ما كاين والو واش نقول لك حنا رانا نديسيني وحنا المئويه كاين شي اي باغي تخدم مع باش واش اي دير اي ديسيني بصح ما بانش عليه من اي ديسيني كاع الله ما بان عليه من اي دير يطاق هما غير يطاقوا في الحيوط بصح ما بانش عليه من واش عندهم هما ونشكركم واش نقول لكم فيف مولوديا واسم غرامك ويني ما عرفت وين الداني وما عرفت واش اللي بيا طوري رو دخلاني صابر المحاني موت وتحياي. السلام عليكم. السلام ومرحبا بكم. يعطيكم الصحة اللي جيتونا اللي احنا زرتونا مولوديا فان وكما يقول لك مرحبا بكم عندنا و ان شاء الله توجور مولوديا بعد الله وتر وان شاء الله هاي جاي لحظه المئويه حنا نطلبوا حاجه واحده او جاي سنتين تاع المولوديا يا خوتي يا ناس مولوديا فريق كبير هذه لازم ديروها في راسكم يا الشركه المالكه يا سوناطراك يا العباد اللي مور سوناطراك يا وحنا نعرفوكم وتعرفونا هكذا هاي جات لوكازيون اليوم راح نحكي عفايز اللي بالك عندي حكايات عندها 14 سنه وهي مخبيه في قلبي هكذا لحق وقت اليوم باش نحكيها يا شركه المالكه حنا نديمونديو حاجه واحده هكذا حنا ما نقولوا روحي ما حنا نديمونديو المول عباك مولوديه مولوديه راهي شغل نورمال اكثر من الاهلي اكثر من الترجي اكثر شو نديمونديو سطاد لازم نديرو 100 سنه يكون عندنا سطاد هكذا يكون عندنا سونتر فورماسي هذه حاجه دوزيام حاجه تروازيام خلاص الحكايه تاع المشاكل والسرقه ولوديت ورمداو وبلوكي ليكون والعباد من اللور يخلطوا واللي يكون في المولوديه يحبها وكيروح من المولوديه يولي يكسر فيها هكذا هم على بالهم على واش رانا نقصدوا وانا الناس يا ناس شوف اعوذ بالله من كلمه انا وبالكم كاينين شهود انا ولاد حومتي مندواق منها وكذا لا يشفعوا انا انسان وليد المولوديه ونحب المولوديه انا كي نروح للسطاد ما نستناش باب تاع تريبيون اوفيسيال باش يدخلوني ويعطوني تيكيات انا انسان نروح نشري تيكي من الكيجي وندخل حاجه الاولى كي نديبلاسي بدرامي ما نستنى حتى واحد لا دوزيام دي شوز لا تروازيام دي شوز هكذا العباد اللي طلعوا اللي جوار هم على بالهم بلا ما نهضروا كيما بريود هادي والحق عيد الكبير واحد يروح يشكي واحد مرته رايحه تزيد يروح يشكي واحد كدايا خلونا من هاد المولوديه فريق كبير يا وراكم رمتوها هكذا راكم رجعتوها لتحت حنا الفوق حنا جروند كلوب حنا في لاوتر اللي حبها واللي كراها حاجه دوزيام يا خويا اللي انا حاب نحكيها يا خوتي كاين غير كيما صرات واحد الحكايه كانوا اون رينيو هكذا وكان عمر غريب دوك نشخص ونسمي الاسماء عمر غريب كان راح يولي المولوديه هكذا ومع ترتقت الحكايه تاع كوميسار وكونت ولوديت هكذا اللي ترتقت بها اللي راهي صار المشاكل هادو عليها درك هاتيك هاد الناس اللي ترتقوا هاد الحكايه نقول لهم دير يا انتوما الاولين السراقين هكذا صويرت بابا تاع 2004 تاع التيكي مولوديه بليدا هكذا ربحنا دوا من نحبوا الكلوب نحبوا لي كولو انا بابا الله يرحمه مات بتريكو تاع المولوديه هاي الناس تعرفوا ونزيد نسميه رمضان صدراتي الناس اللي حبيا لي مامو يعرفوها هكذا ونزيد نقول لكم جاء انسان دي مونتا جاب خويا كان كادي كان ميكادي في المولوديه جابوا العشيه من لونترينمون دي موندا دي موندا لا فوتو تاع بابا اون 2004 في سانتوجان في بولوغين كانت مولودي الدخله مازالها 10000 هكذا ولا تاكو تشفاو نورمالمون خاوتي يا درتوها ب 15000
دخله هكذا. انا رحت للكيجي شريت التيكي يا فلاشان باش تصويرت بابا، مديت التيكي وراح طبطبت في البورطاي الكبير حلي لازم الباب جيت داخل قال لي وين، قلت له يا ودي شت لي مر في تيكي تصويره، قال لي اه لو هذاك بابا راني شافي يا اخو صدقني دار الدحمان راجدي كان في التيكيات يمد فيهم الكيجي، قال له يا دحمان كذا، قال له يا خليه يدخل ولي رمضان. انا ما كنت صغار حنايا، انا الكبير خلاني دي سيزون دي سيزون ما نعرفوش صلاحنا ما نعرفوش التخلاط واش كاين في المولوديه واك تعرفوا لي كوليس يا خو. داروها كان زميل الدخله ومشاو باسمنا وقالوا بلي هذيك ال 5000 كونكوا بلي حنا اللي حندوها، وحنا قسما بالله غير الفرق ما ديناش. انا حكيت هذه الحكايه باش نحقق الواحد اللغز بلي نتوما سراقين وحنا الحمد لله نقايا، بابا في قبره كان مازال يمد المولوديه. انا جيت قال جاو ناس حكموني قالوا لي عطاكيهم في الشرع، نطقت العجوزين ما قالت لي لا لا يا وليدي باباك في قبره مازال يمد المولوديه كما كان في حياته كاع هو يمد المولوديه هكذا ويعطيكم الصحه، وانتو هما السراقين الاولين يا وخطونا روحوا بعدونا ما عرفوكم هكذا يا والله ما تحكموها يا ولو كان عرفتوا انتوما تحوزوا صون اطراف باش تحكموها انتوما يا قسما بالله انا الاولي نحاربكم. وسلام عليكم ويعطيكم الصحه ويا صون اطراف راهي لحقها صمود راهي لحقها 100 سنه مولوديه يا وحنا كرون كلوب ماذا بكم نعاودها ستاد سونتر فورماسيون هكذا ستاد وسونتر فورماسيون وخلونا من هذه السرقه هذه يا وخلاص عينا عينا مولوديه كبيره يا ناس افهموا باللي مولوديه مولوديه البلاد عبد باللي مولوديه البريمي بارتي بوليتيك قبل لا فلان هكذا والناس على بالها بهذه الحاجه. مولوديه هي خلقت لا فلان وخلقت بزاف عفايس وخلقت دي كلوب بلا ما نسمي وبلا ما نشخصو اللي راهم اليوم حابين يولوا ما على باليش كيفاش وبلا ما كيما يقول لك يعطيكم الصحه ونشكر مولوديه فان وربي يحفظكم ويعطيكم الصحه خوتي. السلام عليكم.